But look at this video that shows how Israel intercepts Iranian. انظروا إلى هذا الفيديو الذي يوضح كيف تعترض إسرائيل طائرات بدون طيار إيرانية فوق جبل الهيكل والمسجد الأقصى. يمكنكم إلقاء نظرة عليه. This is the Al-Aqsa Mosque. هذا هو المسجد الأقصى. To Iran, Israel. بالنسبة لإيران، فإن إبادة إسرائيل وإشعال المنطقة أهم من المقدسات الإسلامية. ومن المفارقة أن يزعم المندوب اليهودي حصه على المقدسات الإسلامية، وهي المقدسات التي تعمل إسرائيل على تهويدها ضمن مخطط لا يكتمل إلا بتدمير المسجد الأقصى المبارك. لا يختلف مسلمان على حقيقة الخطر اليهودي على الإسلام ومقدساته، ولا قدرة على نفي هذه الحقيقة حتى من إعلام المطبعين، وإن اشتركوا مع الصهاينة في العداء لفلسطين وكل من يساندها، فقد اشتركوا سابقا في استهداف اليمن ومحاولة جره إلى حظيرة التطبيع. هي الحرب ذاتها، وإن اختلفت الساحات لكن العناوين متشابهة. وإن ظهر اليوم مندوب الكيان متباكيا على المسجد الأقصى، فقد ظهرت السعودية بالأمس متباكية على مكة المكرمة. الدفاعات السعودية حالت من جديد دون وصول صواريخ الانقلابيين اليمنيين هذه المرة إلى مكة المكرمة. اليوم استهداف مكة المكرمة يكشف زيف شعارات هذه الميليشيا. ومن محاسن الصدف أن القاعدة العسكرية الصهيونية المستهدفة تبعد عن المسجد الأقصى المبارك قرابة 65 كيلومترا، وهي مسافة متقاربة مع القاعدة السعودية التي استهدفها اليمن قبل سنوات، وتبعد 69 كيلومترا عن مكة المكرمة. لا تتطابق الذرائع الإسرائيلية مع السعودية من حيث الشكل فحسب، بل لناحية جوهرها، وهو الفشل إزاء عملية الرد الإيراني، كما كان الفشل قائما في مواجهة العمليات اليمنية. وتقدمت السعودية خطوة على نظيرتها الصهيونية بتوظيف الأمم المتحدة لتبني تلك الأكاذيب. وما هو في قمة الخطورة أيضا هو استهداف منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي، وهذا يعتبر تطورا خطيرا يؤثر على مجرى الحرب ويمس مشاعر ما يزيد عن 1.5 مليار مسلم في العالم. استجلاب ذرائع استهداف المقدسات الإسلامية لم تخدم السعودية بالأمس، كما لن تخدم إسرائيل اليوم، ليس لاعتبار تعارضها مع الواقع فحسب، بل لأن من يروج لها أكثر خطرا على مكة والأقصى. Thank you.